أكدت وزارة الصحة تقديم كافة أوجه الدعم الطبي للمصريين العائدين من السودان والأشقاء السودانيين وجميع النازحين من كافة الجنسيات عبر مينائي أرقين وقسطل. وأشارت وزارة الصحة إلى تمركز 5 سيارات إسعاف ذاتية التعقيم في معبر أرقين و5 سيارات في قسطل وزيادة العيادات المتنقلة في منافذ الوصول من 5 إلى 10 عيادات وتحويل 35 حالة مرضية إلى المستشفيات وخروج 24 حالة بعد تلقي العلاج اللازم وتحسن حالتهم الصحية.